بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة في سورة الرعد، وقول الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كأن هناك مناسبة بين هذه الآية وبين سابقتها، وسابقتها قوله سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهؤلاء الكفار الذين يكذبون ويجحدون ويحاربون ويعاندون، كأن الله تعالى بسط لهم الرزق وأمد لهم في العمر وأعطاهم الولد والذرية. وبعض الناس يقرن بين السعة وبين القرابة، وبين الضيق وبين المهانة، فمن وسع عليه كان عند الله تعالى مكرما، ومن ضيق عليه كان عند الله مهانا. يقول لك فلان ده ربنا رضي عليه، يعني لما ربنا يوسع عليه في المال أو في الولد أو ما إلى ذلك يقول لك ربنا راضي عليه. طب لو أن إنسانا ضيق عليه له ولد وحيد ورزق به بعد سنوات عجاف ثم مات ذلك الولد، يقول لك أكيد ربنا مش رضى عليه. هذه الظنون التي يتجارى فيها الناس، قال ربنا عز وجل مجيبا عن ذلك: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط، البسط فيه معنى العطاء والجود والكرم، والذي يبسط يده هو الغني. وربنا سبحانه وتعالى في غناه لا يعدله غني،
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمهما أوتي الناس من خير وسعة وعطاء ورزق فإنهم إلى الله تعالى فقراء، والله تعالى غني عنهم. فالله تعالى يبسط الرزق يعطيه، والرزق هنا كل ما فيه خير للإنسان. يبقى الزوجة رزق، والولد رزق، والعمر رزق، والمال رزق، والتوفيق رزق، والنجاح رزق، والسداد رزق، والعلم رزق. كل شيء تؤتاه لتعيش هو من جملة الرزق. إذن النفس رزق أيضا، حركة البدن رزق، العافية رزق، هذا كله رزق من الله عز وجل يبسطه لمن يشاء. والمشيئة لا تعني المحبة، المشيئة لا تعني المحبة. ولذلك أخطأ من فسر المشيئة بمعنى المحبة، هؤلاء طوائف من الأشاعرة أخطأوا عندما فسروا المشيئة بمعنى المحبة، خطأ. ولكن المشيئة غير المحبة، فالمحبة متعلقة بالرضا، أما المشيئة متعلقة بالأمر النافذ في هذا الكون. فكل شيء في هذا الكون يجري بمشيئته. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأيها الأحباب، مجيئكم إلى هذا المكان بمشيئة الله عز وجل، وتحريك الجيوش لقتال المسلمين هذا أيضا بمشيئة الله. فكل ما يكون في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله. أما محب الله فهي متعلقة بمراضيه، فالله تبارك وتعالى شاء للكافر أن يكون كافرا، ولكن لم يرضى بذلك الكفر. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. وعندما كان الكفار يأتون بالفحشاء، فإذا قيل لهم: من أمركم بهذه الفحشاء؟ قالوا: إن الله أمرنا بذلك. حيث إنهم خلطوا بين الأمر وبين ماذا؟ المشيئة. المشركون خلطوا بين الأمر وبين المشيئة. فرد ربنا عز وجل عليهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط. إذن هناك فارق كبير بين المشيئة وبين المحبة. الذي يخرج سيجارة ويشعلها، يا ترى هل هذا الأمر متعلق بالمشيئة ولا متعلق بمراض الله ومحبه؟ بالمشيئة. لكن هل ربنا عز وجل يحب هذا الأمر؟ لا، لا يحبه، لا يحبه. إذن المشيئة عامة تشمل المحاب والمكاره، تشمل هذا وذاك. يبقى قوله سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء، المشيئة دي يدخل فيها المؤمن والمشرك والكافر والموحد والصالح والطالح والمبتدع والمتسنن والمقبل على الله والمدبر عن الله. كلهم يأكلون وكلهم يشربون وكلهم يتناكحون وكلهم يزاد لهم في الأرزاق والأقوات والأعمار، ولكن بمشيئة الله. فهذا الأمر متعلق بأمره النافذ، أي بالمشيئة. الله يبسط الرزق لمن يشاء. إذن عندما نرى إنسانا قد وسع عليه لا نقول إن الله تعالى رضي عنه، وعندما نرى رجلا انقطع به الأمر فضعف أو مرض
أو حدث له مصاب أو نزلت به بلية، لا نقول مسكين ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه. هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قيل يقدر أي يضيق، أي يضيق، كقول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يبقى الإنسان لو له زوجة وطلق هذه الزوجة يعطيها عطاء يناسبه. أما إذا كان فقيرا معدما فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وقيل في قوله تعالى: ويقدر، أي إن الله تعالى يقدر عليه ما يحتاجه. يبقى الإنسان هناك أناس ربنا عز وجل يعطيهم ما يحتاجون ويزيد، إذن ده إيه؟ بسط. وهناك أناس يعطيهم الله ما يحتاجون، إذن قدر عليهم. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: وقدر في السرد، أي اجعل الثوب على قد المقاس كما نقول بالبلد. إذن هناك أناس يوسع عليهم ما شاء الله، وهناك أناس يكون الرزق على قدر ماذا؟ على قدر الحاجة. هذا كله بأمر الله سبحانه، وهذا محتمل وهذا محتمل قولا. وفرحوا بالحياة الدنيا، قوله سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا. لا يفرح بالدنيا إلا أهلها، ولهذا قال بعض السلف: كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. ينبغي للإنسان أن يعمل لما يبقى لا أن يعمل لما يفنى، هذا مقتضى العقل. الإنسان يعمر الدار التي يبقى بها كثيرا، ويتقلل من الدار التي لا يبقى فيها إلا قليلا. دي مسألة موجودة. أخذت شقة بالإيجار لمدة سنة، وسنة دي طويلة قوي، ثم وجدت بأن هذه الحجرة تحتاج إلى إضاءة كبيرة، والسباكة تحتاج إلى تعديل وتغيير، بدل ما نخلي الماسورة هنا نخليها هنا، وبدل ما نخلي المحبس هنا نخليه هنا، هتعمل تغيير كبير جدا في السباكة. يا ترى ماذا تصنع وأنت ستترك البيت بعد سنة؟ يا ترى تعمل نجارة وسباكة وحدادة وتعمل إضاءة وبهية تصرف لك 40-50 ألف جنيه؟ ماذا تصنع؟ ستمكث فيها على حالها وتصبر نفسك عليها وتأخذ منها ما يكفيك، طالما بتقدر تنام فيها وتقدر تأكل فيها وأمورك ماشية أهي ماشية. طيب أخذت شقة تمليك، تعمل إيه في شقة تمليك؟ تبدأ تعدل وتظبط وتصرف ولا يهمك. ليه؟ ده ملكك، هتقعد فيها على طول. أرأيتم إلى حال الإنسان في شقيقة كيف يصنع معها؟ فما بالك بالدار الدنيا والدار الآخرة. تصور إن الدنيا دي شقة بالإيجار، وتصور إن الدار الآخرة شقة تمليك، ماذا تصنع؟ حتى ترى أن الذي يفرح بالحياة الدنيا هم أصحاب العقول التافهة. ولذلك أراد ربنا عز وجل أن يعلمنا تعليما رفيعا فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا، هذا نفي، إلا متاع استثناء، وهذا للدلالة على الاختصاص، النفي والاستثناء حصر.
اختصاص. إذن هذه الحياة الدنيا خصيصتها أنها ماذا؟ متاع. وما معنى المتاع؟ المتاع هو ما يعلو من البحر أو من النهر، هل يستمر عاليا أم ينخفض؟ لما تشوف كده بحر أو نهر، مش بتجد كده بيطلع فوق ينزل تحت، الماء يطلع فوق ينزل تحت، الماء اللي بتطلع فوق تفضل فوق على طول ولا بتنزل؟ بتنزل. كذلك الدنيا إذا ارتفعت لابد أن تنزل. سبحان الله، لا يستقر حالها على حال، لا يمكن أبدا أن يستقر حالها على حال. إذا لم تصدق ذلك فانظر إلى نفسك منذ 20 سنة كيف كنت، وأنت الآن كيف أنت؟ فارق ولا فيش فارق؟ فارق كبير جدا. منذ 20 سنة كان عندك كم سنة وكنت بتعمل إيه، والآن عندك كم سنة وبتعمل إيه؟ إذن الدنيا لا تستقر على حال، بل هي إلى الانخفاض أقرب، للنزول أقرب. ولذلك الناس كل ما يكبر وكل ما يقوى اعرف إن ده بعده ماذا؟ الانخفاض والانحناء. بالضبط زي الإيه؟ الرسم البياني، أول ما تجيب كده النقطة أعلى نقطة يبقى لابد إيه؟ ينزل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إيه اللي يحصل؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة كأن لم تغن بالأمس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، يرحمكم الله. يبقى مية نزلت من السماء على النبت، النبت ده صح وكبر واخضر، وبعدين بعد كده اللي حصل اصفر، وبعد ما اصفر ايه اللي حصل؟ ذرته الرياح. سبحان الله، هذه الحياة متاع. وقيل المتاع ما يتزود به المسافر من بلغته. البلغة هنا اللي هي الحاجة اللي محتاج لها، مش البلغة أعزكم الله حاجة تانية. فبلغة المسافر أي ما يحتاجه المسافر ليتبلغ به من الماء والطعام. المسافر يا ترى الزاد اللي معاه بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. كذلك هذه الدنيا تقل ولا تزيد؟ بتقل. يبقى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولذلك المتاع هو الشيء الزهيد الذي ينقص، كل شيء بينقص يبدأ إيه؟ متاع. إذن الزوجة متاع والولد متاع وأنت من جملة المتاع والمال متاع والعمر متاع. إذن كل هذه الحياة بالنسبة إلى الآخرة ماذا؟ متاع، لأنها ناقصة وفانية. أما الآخرة فإنها ماذا؟ باقية ما شاء الله. فالجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، يبقى مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. ويقول الذين كفروا، وهؤلاء من مشركي قريش، لولا أنزل عليه آية من ربه. لولا هنا بمعنى التحضيض، ليس بمعنى الأداة نفي الوجود، وإنما للتحضيض. لولا أنزل عليه آية من ربه، والآية أي المعجزة التي بها يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أراهم ربنا عز وجل ليست آية وإنما أراهم الآيات، فما آمنوا. سبحان الله. قل إن الله، قل يا رسولنا، إن الله يضل من يشاء، يضل من يشاء. والضلال بمعنى الانحراف عن القصد، ويأتي الضلال بمعنى الذوبان والتيه، هذان معنيان
عظيمان لمعنى الضلال. قل إن الله يضل من يشاء يجعل المنحرف عن القصد منحرفا بمشيئته. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه، يوفق إليه من أناب. الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا تصح أن تكون بدلا من قوله من أناب، ويكون البدل بمعنى التفسير، والبدل تخصيص وبيان. ويهدي إليه من أناب، من هم المنيبون؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا. ويمكن أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هم الذين آمنوا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الطمأنينة في الأصل بمعنى السكون، السكون والانخفاض. يقال هذا سهل مطمئن، أي منخفض ساكن لا يتحرك. هناك وديان رمالها تتحرك، وهذا أمر مشاهد، لكن عندما يكون الوادي منخفضا سهلا منقادا ساكنا يسمى ذلك ماذا؟ وادي مطمئن. ولذلك القلب الساكن الذي لا يتغير ولا يتبدل ولكنه قوي ثابت، هذا القلب يسمى قلب ماذا؟ مطمئن. وتطمئن قلوبهم، إذن هناك قلب مطمئن. يا ترى كيف يكون القلب ثابتا راشدا خاشعا ثابتا قويا صلدا؟ من أعظم الأسباب أن يستعان بذكر الله عز وجل على ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الباء فيها معنى السبب، أي تطمئن قلوبهم بسبب ذكر الله. إذن من أسباب طمأنينة القلب ماذا؟ ذكر الله، ذكر الله. وذكر الله عز وجل هذا باب واسع، باب واسع. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الذكر قراءة القرآن، والتحميد ذكر، والتسبيح ذكر، والتهليل ذكر، والاستغفار ذكر، وذكر الآلاء ذكر. الإنسان يتذكر نعم الله عز وجل عليه فيشكره عليها، هذا أيضا من جملة الذكر. فإذا باب الذكر باب واسع. الصلاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر. فليس المقصود بالذكر أن يجلس الناس مجلسا يتطاربون ويتراقصون ويتمايلون ويقولون نحن نذكر الله أبدا. وبعضهم يقول هذا الرجل انخلع قلبه من ذكر الله، يعني هم يتمايلون ويتراقصون، واحد يقوم واقع في الأرض، إيه اللي حصل؟ بيسموها إجت له الجلالة، حصلت له الجلالة، بقى في الجلالة. الجلالة دي يعني من شدة ذكره لاسم الله الجليل وقع في الأرض. طيب هب لو أننا أخذنا ذلك الرجل وجعلناه على حرف بناء، جعلناه على سور، والسور ده هو تحته 9 أدوار، ويذكر ربنا عز وجل، يا ترى هل يصاب بالجلالة؟ اللهم لا. إذن لماذا يصاب بالجلالة عندما يكون على الأرض المطمئنة، ولا يصاب بالجلالة عندما يكون على الحرف الهار؟ هذا دليل على أنهم أهل أهواء، أهل أهواء. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل ذاكر لله،
والصحابة الكرام ما علمنا أفضل منهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا لله، ولم يكن من حالهم ما نراه عن المتأخرين وما سمعناه عن المتأخرين من السحق والمحق وغير ذلك من هذه الأحوال العجيبة التي ربما يفتن بها بعض الناس. بعض الناس يقولون إن فلان القاضي بالبصرة سمع قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون فوقع مغشيا عليه ومات لسعته. قلب ضعيف، قلب ضعيف. هذه الآية قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرأها الصحابة الكرام، ما حدث لهم شيئا من ذلك، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلين جلده ويقشعر بدنه وتذرف عينه، ولكن لم يحدث له مثل هذه الأحوال التي تحدث عند المتأخرين. اذهب إلى المساجد الجامعة في رمضان أو في الحرم، دي مسألة في منتهى العجب، تجد الإمام يقرأ وتجد بعض الناس يصرخ بأعلى صوته، وربما يأتي بكلمات بعيدة عن القرآن وبعيدة عن الذكر، يقعد يصرخ ويولول يعني يما، ويقعد يقول يهات يا ولدام من قلبه. طبعا الأخ اللي هو جنبه يقول أنا رحت في داهية، شوف الراجل خشع ازاي وأنا قلبي قاسي. لا، قسوة القلب ليست من الهدي، وهذا الصراخ والعويل أيضا ليس من الهدي. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إذن الهدى أن تكون على هذه الحال، أن تكون على هذه الحال. إذن القلب المطمئن من أعظم ما يكون حاله عليه أن يكون ذاكرا لله. لا يمكن أن يضيع الأوقات إلا في الذكر، ولو أصابته غفلة بعد هذه الغفلة كان أنشط في الذكر قبل هذه الغفلة، مش زي صاحب القلب الضعيف لو أصابته غفلة إيه اللي يحصل؟ يتمادى في الغفلة، يتمادى في الغفلة. هو غفل نص ساعة أو ساعة، الغفلة بقى تشد معه بقية اليوم، زي الطالب الخايب من أول أسبوع خايب، فيقول أعمل جدول، يعمل الجدول يوم الاثنين، يقول لك خلاص أنفذ الجدول من أول يوم الإيه؟ السبت، عشان يبدأ من أول أسبوع. طالب خايب. الطالب الشاطر لو لعب شوية أو ضيع ساعتين ثلاثة إيه اللي يحصل بعد كده؟ يشد الحزام علشان يلحق اللي فاته. كذلك في الذكر، لو أصابته غفلة أو أغين على قلبه إيه اللي يحصل؟ يبدأ يجتهد ليعوض ما فاته، يبقى عنده همة كبيرة إنه يعوض اللي فاته، يعوض اللي فاته. ده في الذكر. مثلا أنتوا قاعدين دلوقتي، إيه المانع إن هذه الأفواه الصامتة تنشغل بالذكر؟ إذا يسمع أو تسمع الأذن العلم وكتاب الله عز وجل، واللسان ينشغل بذكر الله عز وجل. كان السلف قديما يقطعون الطرق في ذكر الله، وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل. يعني مثلا هو رايح عند الاستاد، يقول من هنا لغاية آخر شارع مثلا الترعة، أو سبحان الله بحمده مثلا 500 مرة، من آخر الترعة لغاية سوق الجملة مثلا أستغفر الله 100 مرة، من سوق الجملة لغاية الاستاد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. يمشي الطريق ما يشعرش بطوله لأنه منشغل بماذا؟ بالذكر. قلت لكم من قبل بأن ابن القيم ذكر أن الجبل ينادي على الجبل إذا مر به ذاكر،
فيقول له: يا جبل، لقد مر بي ذاكر، فهل مر بك ذاكر لله؟ يعني الجبل يفتخر على الجبل إن في واحد بيذكر ربنا مش عليه. سبحان الله. وهذا دليل على أن الكائنات لها عبودية لله عز وجل، ولها من صفات الأناسي من الإحساس والشعور ما لا يعلمه إلا الله، والأدلة على ذلك صريحة واضحة في الكتاب والسنة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا جبل يحبنا ونحبه، إلى غير ذلك من النصوص. إذن لابد أن نجتهد في الذكر، اللسان ده لابد يتشغل في الذكر، طول ما أنت قاعد تستغفر وتسبح وتحمد ربنا عز وجل وتكبر، وانت ماشي في الطريق كذلك، سايق السيارة كذلك، خلي لسانك ده يتحرك، خليه يتحرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذا اللسان بيبقى رطب مش بالريء، ولكن اللسان بيكون رطب بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الإيمان يقرن به العمل الصالح، والعطف هنا لا يقصد به المغايرة، ولكن يعنى به الالتزام. إذن الإيمان لازمه العمل، لازمه العمل. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فمن يكفر بالله وملائكته ورسله، الآية، فمن يكفر بالله وملائكته، هذا العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي اللزوم. فمن كفر بالله فقد كفر أيضا بالملائكة والرسل واليوم الآخر، ومن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله والملائكة، إلى غير ذلك. إذن العطف هنا يقتضي ماذا؟ اللزوم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لما بطن والعمل الصالح لما ظهر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنأهم ربنا عز وجل وبشرهم فقال: طوبى لهم. قيل طوبى شجرة بالجنة، قيل شجرة بالجنة، وهذه الشجرة يسير الراكب المجد تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. وقيل طوبى هي الجنة، وقيل طوبى جنة في الجنة، وقيل طوبى دعاء بمعنى الخير والبركة والنماء، الخير والبركة والنماء والحسن وكل ما فيه نفع له. يبقى طوبى لهم، طوبى لهم، واللام هنا للبيان ليست للملك أو للاختصاص، وإنما هي للبيان. فكأن بيان الأمر أن الدعاء لهم قائم. طوبى لهم وحسن مآب، المآب أي المرجع، فالله تبارك وتعالى يحسن مرجعهم إليه. ثم يحدثنا ربنا عز وجل عن حال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قد وفقه كما وفق غيره من الرسل من قبله، حيث بعثهم بالآيات والدلالات المعجزات، فقال سبحانه: كذلك أي محمد أرسلناك في أمة
قد خلت من قبلها أمم أرسلناك في أمة. الأمة قيل هي الجماعة من الناس، وقيل الأمة أي العصر أو القرن. كذلك أرسلناك أي كما أرسلنا غيرك من الأنبياء إلى الناس، أرسلناك يا محمد إلى أمة، في أمة إلى أمة، قد خلت أي سبقت بأمم. لماذا؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ودي مسألة عظيمة جدا، إسماع الناس كتاب الله. يريت يا إخوة نجتهد في قراءة القرآن، وأن يسمع بعضنا بعضا كتاب الله عز وجل. ذاك من هدي الصحابة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئ الصحابة القرآن، وكان يسمع القرآن من الصحابة. وهذا الهدي فعله أيضا الصحابة مع بعضهم البعض. في البخاري تعليقا، كان الصحابي يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله. ما الضير أن تقول لأخيك ذكرنا بالله، اقرأ علينا شيئا من كتاب الله؟ لا ضير في ذلك الأمر، لا ضير في ذلك الأمر. ولكن لا تجعل هذا الأمر فيه سنة معينة. لا نقول مثلا سنبدأ الدرس بخمس آيات قرآن وتقرأ بطريقة معينة، أخشى من ذلك الأمر. ولكن نحاول أن نجتهد في إقراء القرآن وإسماعه، وليكن ذلك هديا قائما، ليكن ذلك هديا قائما. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، والذي أوحينا إليك هو الذكر، هو القرآن. وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن أي المشركون. أخرج ابن جرير وغيره، والحديث أصله في الصحيح وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين قريش، قال الكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ابن عمرو: لا، لا تكتب ذلك، ولكن اكتب ما يعرفه قومك، وكانوا يكتبون باسمك اللهم. لماذا؟ لأنهم يكفرون بالرحمن، لأنهم يكفرون بالرحمن. فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وحال المشركين أنهم يزعمون أن رجلا باليمامة يسمى الرحمن هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فهم يكفرون بالرحمن. فرد ربنا عز وجل عليهم: قل هو ربي لا إله إلا هو. قل هو ربي أي هذا الرحمن الذي تكفرون به هو ربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه مآب. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه متاب، المتاب هنا بمعنى الرجوع بعد الإدبار. فالإنسان إذا أدبر عن الله ولو غافلا، إذا كان من الصالحين الطيبين، احتاج إلى توبة، احتاج إلى توبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الذكر، وأن يعيننا على الذكر، وأن يجعلنا من أهل الذكر، وأن يربط على قلوبنا بالذكر،
وأن ييسر لنا سبيل الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الرضوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.